مصر اتزنبقت من الموزمبيق يا جماعة، ولولا التحكيم الطيب والفار الجميل كانت موزمبيق كسبت مصر بكل جدارة واستحقاق. فينك يا صلاح؟ فينك يا مصطفى يا محمد عشان تعرفوا اللي أناحي كان عنده حق؟ أناحي كشفكم، أيوة كشفكم. للأسف الشديد رغم إن أنا مصري لكن منتخب مصر لا يرتقي للمنتخبات المتوسطة. إن شاء الله المنتخب المغربي يفرحنا ويكسب تنزانيا علشان تعرفوا إن المنتخبات القوية بتكسب إزاي يا مصريين. زين الدين زيدان تحدث عبر قناة بي إن سبورت القطرية بعد مباراة مصر وموزمبيق. إيه اللي قاله زيدان عن مباراة مصر وموزمبيق وإيه اللي قاله عن المنتخب المغربي قبل مباراة المنتخب التنزاني؟ دي هيكون موضوع حلقتنا النهاردة، لكن كل اللي عليك تعمل لايك، تشترك في القناة، تحدي إيصال هذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، وانتظرونا في تغطية مباشرة ونارية وغير مسبوقة لمباريات المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية. زين الدين زيدان بعد مباراة مصر وموزمبيق أكد إن المنتخب المصري منتخب عشوائي، منتخب ملوش طريقة هجومية ولا ليه طريقة دفاعية. زيدان أيضا أكد إن محمد صلاح مستواه لا يرتقي لربع مستواه اللي بيقدمه مع نادي ليفربول الإنجليزي، وقارن صلاح بين مستوى وقارن عفوا قارن زيدان بين مستوى صلاح مع مصر وبين مستوى أشرف حكيمي مع المنتخب المغربي، وعرفك قد إيه إن المحترف الحقيقي لازم يخاف على تيشيرت بلده لأنه بيحمل على أكتافه أحلام شعبه. أيضا زيدان أكد إن البطولة بتشهد مفاجآت قوية، تعادل نيجيريا مع غينيا الاستوائية، خسارة غانا من الرأس الأخضر، تعادل مصر مع موزمبيق رغم إنها مش مفاجأة يا عم زيدان، لكن زيدان أكد إنه يثق في لاعبي المنتخب المغربي إنهم هيقدروا يفنشوا مباراة تنزانيا بأكبر قدر ممكن من الأهداف. زيدان أيضا تحدث عن إن المنتخب المغربي هيقدر يفوز على منتخب تنزانيا بفضل عدة عوامل، أولا فارق الإمكانيات الكبير، تاني حاجة إن أشرف حكيمي وحكيم زياش هيكونوا هم مصادر القوة الأولى للمنتخب المغربي في المباراة. دي كانت تصريحات زيدان عن مباراة مصر وموزمبيق وعن طبعا مباراة طبعا المغرب وتنزانيا، المباراة المنتظرة من العالم كله. ليه؟ لأن هنشوف المغرب بقى رابع العالم يا سادة يا كرام إن شاء الله، وهو بيلعب مباراة قوية في أول الجولات أمام المنتخب التنزاني. انتظرونا في تغطية وأحداث نارية عبر بطولة الكان خاصة لمباريات المنتخب المغربي. تحياتي، إلى اللقاء على خير إن شاء الله.